أنا جد سعيدة أنني أتشرف بالحضور لإعطاء الانطلاقة للذكرى المئوية لهذا مهرجان حبل الملوك. هو المهرجان الذي الحمد لله حظي بالتسجيل في لائحة التراث اللامادي للإنسانية منذ 2012 كتراث لامادي للإنسانية، وهو اعتراف بالمنظمة الدولية بأهمية هذا المهرجان. ونحن كوزارة الشباب والثقافة والتواصل مستعدون في هذه السنة إن شاء الله أننا نخرطوا ونحملوا هذا المهرجان على أكتافنا، وإننا سوف نقوم بالقيام بهذه الفعالية هذه على مسؤولية وزارة الثقافة إن شاء الله وبمعية السيد وزير الثقافة السي مهدي بن سعيد إن شاء الله. فأشجار الكراس كتمتد على واحد المساحة ديال 400 هكتار وكتمكن واحد نقولوا واحد الإنتاج سنوي ديال 4200 طن، أي إنتاج جهة متوسطة تقدر ب 10.5 طن في الهكتار، وبقدر معاملات يقدر ب 65 مليون درهم، وكيمكن من توفير حوالي 55 ألف يوم عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنشكروا جميع المنابر الإعلامية الحضور ديالها من أجل تغطية هذا النشاط، هذا النشاط اللي كيعطي انطلاق فعالية مهرجان حبل الملوك في نسخته المئة، هذه النسخة اللي كنتظروا أنها تكون نسخة وطنية ودولية وتعطي إشعاع كبير للمدينة. اليوم قمنا بتنظيم نشاط بيئي المتمثل في غرس 100 شجرة كرز اللي حاليا كيتم الغرس ديالهم في مختلف أحياء المدينة، وهذه الشجرة بغينا أنها تكون كتغطي جميع المساحات داخل المدينة من أجل أن أي زائر جاي يلقى شجرة الكرز اللي تعتبر رمز ديال مدينة صفرو. إن شاء الله الرحمن الرحيم مدينة صفرو غادي تكون واحد المدينة اللي هي جميلة، وإن شاء الله المهرجان المئوية ديالو اللي غيكون من 6 حتى 9 يونيو 2024 من هذه السنة غادي تكون واحد الحدث اللي هو وطني ودولي كما قلت. وكنتمناو بأن جميع الفعاليات المجتمع المدني وجميع الأشخاص الغيورين على المدينة أنهم يحضروا، وهذا النشاط فهو يعني منظم من طرف فعاليات المجتمع المدني وجماعة صفرو وعملة صفرو كذلك وزارة الثقافة اللي تعتبر الشريك الأول يعني في تنظيم هذا المهرجان هذه السنة اللي غتكون عنده واحد الصبغة إن شاء الله جميلة. كنشكركم على الحضور ديالكم وشكرا لكم. احنا هذا الصباح هذا جينا كنمثلوا شباب نادي متطوع دار الشباب إدريس الأول اللي كاين في دار الشباب ستي مسعودة. احنا فرحانين بهذه الدعوة هذه وفي هذا الصباح هذا ديال تبارك الله هذا النشاط وهذا التظاهرة هذه اللي جات بمناسبة مئويات المهرجان. المدينة كتحتفل كنقولوا شيخ المهرجانات اللي هو مهرجان حبل الملوك، وحنا يعني مستعدين نكونوا كشباب متطوع في اي تظاهره كتنظمها المدينه ديالنا، ومستعدين نتطوعوا في تنميه المدينه ديالنا، وكنتمنوا يعني الخير لبلادنا كشباب يعني فاعل في المستقبل. سلام، اليوم انا كنسكن في مدينه صفرو، اليوم جيت باش نعطي انطلاقه ل 100 شجره. زوين بزاف، كيعجبني بزاف هاد المهرجان ديال مدينة صفرو، كنشكرهم بزاف 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 على هاد. قولي إن شاء الله يتبع ملكة جمال ديال صفرو. إن شاء الله بغيت نكون ملكة جمال ديال مدينة صفرو.